جزا الله الإخوة الذين رتبوا هذه المحاضرة، ونبارك لأخونا العريس إسحاق الطاهر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك له وأن يبارك عليه وأن يجمع بينه وبين زوجته على خير. وجزا الله أخانا الشيخ شهاب فيما تكلم فيه قبل الصلاة، وتكلم وأجاد وأفاد، فجزاه الله خيرا. وتعرض في ثنايا كلامه على أن التصوف والطرق الصوفية تدعو إلى الشرك بالله تبارك وتعالى، وتدعو إلى الكفر بالله تبارك وتعالى، ولا صلة لهذه الطرق، أعني الصوفية، بالإسلام، لا من قريب ولا من بعيد. وهم الذين تولوا نشر الشرك بالله تبارك وتعالى في هذه البلاد، وشيدوا الأوثان والقباب التي تعبد من دون الله تبارك وتعالى، والتي يطاف بها من دون بيت الله تبارك وتعالى، ويدعى أصحابها من دون الله تبارك وتعالى. وهذا شرك واضح وكفر بالله تبارك وتعالى صريح، ووجب على الدعاة الناصحين الذين يريدون لهذه الأمة السودانية الخروج من هذه الأزمات ومن هذا الضيق، عليهم أن يبينوا أن التصوف وأن الطرق الصوفية تدعو إلى خلاف ما دعا إليه الأنبياء والرسل، وهو الشرك بالله تبارك وتعالى. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوا إلى توحيد الله تبارك وتعالى. وسطروا كتب، ونشروا أشعار وقصائد، ونشروا محاضرات بثوا فيها هذه العقائد الباطلة، فوجب على الدعاة أن يحذروا الناس من هذه الطرق، أعني هذه الطرق الصوفية التي هي من طرق الشيطان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما تلا قول الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. وما بتلقى أوضح من القرآن في كشف دعاة الشرك ودعاة الباطل بكافة أنواعه، والكلام بيجيك إن شاء الله تبارك وتعالى خط خط مستقيم. قال: هذا سبيل الله، وخط على جانبيه خطوطا معوجة، وقال: هذه السبل. والسبل يعني الطرق، والطرق فيها الأحزاب وفيها الجماعات وفيها الفرق التي تدعو إلى الباطل بكافة أنواعها. فالمسلم يكون على بين من أمره حتى لا يخدع بالشعارات. ما هو في شعارات، أي زول داري مرر باطله بيرفع شعار، وعلى ضوء هذا الشعار
يدخل الناس في هذه الطريقة أو في هذه الجماعة أو في هذا الحزب. فمن أعظم الباطل الذي يدعو إليها التصوف دعوة الناس إلى دعاء غير الله تبارك وتعالى. والكلام ده ما أنا أكرنه وما ده أسنه، قصائد مليانة بهذه الأباطيل، والناس بتسمع يوميا في الحافلات وفي البصات الأشعار. فوجب على أهل التوحيد ودعاة التوحيد أن ينقضوا هذا الشرك بالله تبارك وتعالى. يقول قائلهم: إنا بخضب في البلاد نزيل، قل يا ولي الله إسماعيل. ده عبد الرحيم الزريبة، أعظم رجل نشر الشرك بالله تبارك وتعالى وروج الشرك في القصائد والمدائح، عبد الرحيم الزريبة المعروف بعبد البرعي. عبد الرحيم البرعي ساكن الربيض في الزريبة هناك، قال إن جات مصيبة الناس ينادوا إسماعيل الولي. ومن الغريب العجيب إنه إسماعيل الولي قبته ذاته وقعت. إسماعيل الولي قبته ذاته المطر وقعه، المطر اللي قال الخنجر بينزلوا شيوخنا. أها شيوخك بقوا طابور خامس يا خنجر ولا الحاصل شنو؟ ولكن هذا كله من الضلال ومن الشرك بالله تبارك وتعالى. وزي ما قال لك أخونا شهاب، قال عنده 70 دليل على إنه الشيوخ بينزلوا المطر، والله قلت له في الإنجيل ما تلقى، في الإنجيل ما تلقى دليل على أن غير الله عز وجل ينزل الأمطار. وده زول والله زول ما لاقاني أبلد من المخلوق ده. لو سألت أي كافر مسلم قلت له بينزل المطر منه؟ بيقول لك الله. لكن ده لتعلم أن هذا الرجل مع ضلاله وحقده على دعوة التوحيد يركب الشرك والكفر ويعاند معاند بعدك، وراسه قوي ما داري وما قرأ القرآن. الزول ده لو قرأ القرآن بعين قلبه لعلم أن الذي ينزل الأمطار هو الله تبارك وتعالى. فده قال إن جات مصيبة ينادوه، وهو ذاته قالوا ينادوه قبة وقعت. وقبل سنين الزول الغفير بتاع القبة لما في واحد ضبحه ليه ما حماه وليه ما سبت قبته؟ وعبد الرحيم الزريبة قال كان جات مصيبة ينادوه، يا أخي هو قبته اتكونت في رأسه فوق ما قدر يعمل ليه حاجة. يعمل لك انت لو في الشرق ولا في الشمال ولا الجنوب. على العموم، فالتصوف يدعو إلى الشرك بالله تبارك وتعالى، ويساعد هؤلاء الجهلة، يساعدهم الإخوان المفلسون، وإن شئت قل المفسدون، لأنه ديل أعظم ناس روجوا لهؤلاء، وهم من أكثر الناس تلون. يعني الأخوان المسلمين يتلونون حسب البيئة التي هم فيها. إذا فات السعودية هناك توحيد، وإذا السعودية ألقوا القبض على مجموعة من هؤلاء الشفات ودعاة الثورات ودعاة الخروج لتورطهم في مساء في قضايا الإرهاب ودعم الإرهاب والسعي في زعزعة الأمن، منهم سلمان العودة ومنهم عوض القرني وقائمة، فجزاهم الله خيرا. وأسأل الله أن يلحق هؤلاء الذين في بلادنا بأولئك، لأنه في بلدنا برضو في جماعة
وشبكتهم واحدة، كلهم بيلتقوا في حسن البنا وصيد قطب. فالأخ المسلم إذا مشى للصوفية يشكره ويمدحهم زي ما عمل عبد الحي يوسف، وهذا من جماعة الإخوان المسلمون في هذه البلاد. فات هناك لواحد اسمه الضل بيض ومشى له وسمع قعد في الذكر بتاعه، وداك شغال دوبي ويمدح وعبد الحي قاعد، رفع الفاتحة عبد الحي كشح معه الفاتحة، لما جاء طالع قال له جينا نتعلم منكم. وصدق حسن البنا في مقولته الشهيرة: إن دعوتكم أيها الإخوان حقيقة صوفية، وما أعرف هيئة رياضية، وما أعرف شنو دعوة سلفية، فلتعلم أن هؤلاء الناس يطبقون هذه القواعد بحذافيرها. مشوا للصوفية هناك، مشوا لهم لطاغوت من طواغيت الصوفية، قال لا جينا نتعلم منكم. تتعلم منه شنو؟ الصوفية بيتعلموا منهم حاجة؟ الصوفية غير الشرك وغير البدع وغير الضلال، ماذا عندهم؟ عندهم شنو الصوفية؟ وتاني في جماعة تنتسب إلى السنة، ونحن نكون واضحين معك جدا، جماعة أنصار السنة المحمدية، هذه الجماعة التي أثبتت فشلها الزريع الفظيع. في كل يوم يزداد الناس يقينا على أن هؤلاء الناس انحرفوا عن المنهج القويم. هلك واحد اسمه الجيلي عبد المحمود في طابة، الجماعة فاتوا من هنا وفد من أنصار السنة، إسماعيل عثمان الرئيس بتاع المركز العام، لأنه في مسجد بيجاي هنا بتاع المركز العام بيجاي، وقبل شوية وسقت اللي هنا بتاعه، وسقت الجماعة البنوا له الرمموا له المسجد وعادوا الهيكلة وعادوا له الترميم، جمعية حزبية، جمعية سرورية عندها أموال، الجمعية دي عندها أموال بتشتري الدعاة، وجمعية إحياء التراث، والله ولا خجل أني خاتلنا في الباب برا، جمعية إحياء التراث إعادة تأهيل مسجد ما عارف ولو كده كده، جماعة أنصار السنة المحمدية، أخجلوا أنصار السنة. ففاتوا عزوا في ده، عزوا في عبد المحمود. عبد المحمود أنت عارف جده قال شنو؟ عبد المحمود ورداين صاحب كتاب أزاهير الرياض، الذي فيه أن عبد المحمود يحيي الأموات، والذي فيه قال يكتب لمن به حمى شقش شقموش نموشلخ أبانوق العجل الساعة 2، وفيه من الفساد ما فيه العقد. تمشي تعزيه والناس دي شغلتهم بقت واضحة، كل مرة إسماعيل عثمان يطلع بيطامة يقول الله طبعا نحن مع الجماعة ديل وما عندنا مشاكل كثيرة وما يجمعنا أكثر مما يفرقنا، وده فشل، والله فشل واضح على ضلال وانحراف هذه الجماعة. عشان ما يجود باكو بعدين بعض ممن ينتسب إلى هذه الجماعة، الروس قالوا هم عندهم مشكلة مع الصوفية، انت تاني تجي شاكل لها في شنو؟ مش شاكل روسك هناك عشان ما تجي كورك معانا. اسماعيل عثمان ذات مش قبل فترة فات مع امام الحرم داك، فات مع اولي مسجد الكباشي، انت عارف الكباشي قال شنو؟ الكباشي قالوا من كراماته انه اذا قال للشيء يكون فيكون، انصار السنة فاتوا معه امام الحرم، الكباشي قالوا بدي الجنة زي ما قال عبد الرحيم الزريبة، قال كم أدى طفل غير مس تفل كباشي يربط ويحل في كل محل، كم أدى طفل غير مس تفل كباشي، دفعت له هناك ومصورين معه والوثائق موجودة والجرائد نقلت. فتاني بعد ما في زول يجي كورك دارت كورك تمشي طوالي تركب المركز العام، تقول له يا اسماعيل عثمان شغلتك دي ضلال وشغلتك دي باطلة، وده منهج بتاع الإخوان المجرمين توريه.
عشان بعض الناس البسطة في الأقاليم وفي الغرى البعيدة قد تكون هذه الحقيقة غايبة عنهم. فالشبكة واحدة، شبكتهم واحدة، عبد الحي يمشي لهداك وديل يمشوا لود الكباشي ومشوا للصايم ديمة وطلعوا مطوية طلبتهم في الجامعة قالوا إلى مشايخنا الصوفية الأفاضل، موجودة الوثيقة ولا موجودة، عرضوها قبل كده في رفاعة قبل كم شهر، جينا لمحاضرة هنا الصوفية أو الأنصار السنة قاموا منعوا إخواننا من إقامة المحاضرة، فما ما كان الأصل إن المحاضرة تكون في أنصار السنة، لكن جابوا المستندات والوثائق وكشفوا أنصار السنة كشف يعني واضح، وهسه إن شاء الله تاني في كشف إن شاء الله. فالمهم الناس تعرف ما تدافع عن جماعة وما تخش في أي جماعة، بترهق نفسك والله ترهق نفسك، وبتلقى الجماعة في رؤوس تلبسوا ببدع وتلبسوا بانحراف وانت بعد ده بتدافع بالباطل. الروس محمد الأمين إسماعيل من جماعة أنصار السنة المحمدية الإصلاح نائب الرئيس يخرج على الحكام من على المنابر، آخر وهمة وآخر تقليعة وآخر ضلال، لما انحذفوا التوحيد قعدوا يكوركوا وقدم وانتقد الحكام ونصح الحكام من على المنابر، وهذه صنيعة الخوارج وهذا منهج الخوارج. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من كانت له نصيحة لذي سلطان فليخلو به، قال لك تمشي له في محله هناك. وداد برضو بتاع الفتيحات محمد مصطفى عبد القادر الوزير السابق خرج عليه والهواري وغير من أئمة بالرؤوس أنصار السنة خرجوا علني. وين المنهج السلفي؟ هل ده من المنهج السلفي الخروج على ولاة الأمر من على المنابر ومناصحتهم ومناطحتهم من على المنابر، أم أن هذا صنيعة الخوارج؟ ده صنيعة الخوارج يا زول وغيرهم. فإنت خليك على بينة، ما تدافع عن أي جماعة وما تخش في أي جماعة، خليك مسلم على الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، وادعو إلى التوحيد، وحذر من البدع، وحذر من الجماعات كلها بلا استثناء، لا أنصار سنة، لا جمعية كتاب وسنة، لا مركز غرق، لا مركز حرق، لا صوفية، لا أخوان مجرمين، كل هذه الجماعات تحذر منها. خليك مسلم ساي والله بتكون مرتاح راحة، لأنه ما في زول بيملي عليك أوامر، ما في زول بيملي عليك أوامر. الهواري قال رئيس الجماعة كان منعك من الكلام في التوحيد تمتنع، لأنه دي جماعة والجماعة عندها رئيس، وهل كلام الرئيس أعظم من كلام الله تبارك وتعالى الذي قال لنبيه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، والذي قال له ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، دي دعوة الأنبياء والرسل، دعوة للتوحيد. والناس زي والله الشغلة بتاعتهم بقت واضحة، في محاضرات أقاموها أخونا أحمد البدوي جزاه الله خير وأخونا الشيخ مزمل وغيرهم من الدعاة السلفيين نصحوا لهذا الشعب السوداني ونصحوا لأتباع هذه الجماعات أن هذه الجماعات جماعات حزبية تدعو إلى الحزبية البغيضة وتدعو إلى نفسها. والله جد داري تبقى معانا، تبقى معانا خلاص، والتوحيد فارقوا بل يعادوا دعاة التوحيد. خش لك أي مسجد زي ما قلت لك، المسجد البيجاي ده مسجد بهنا غرب المسجد ده طوال، مسجد واحد اسمه كشة، امشي خش كده اتكلم في البرعي باسمه، ولا جيب معاك كتاب البرعي كم ما طلعوك ودفروك والله يطلعوك برا. ليه؟ لانه الشغله بقت واحد، والناس زين ميعوا القضيه دي، لانه في مصالح مشتركه وفي مصالح مرسله من الخليج والله، وفي ظروف مرسله
عشان كذا الشغلة بقت حارة عليهم. كونوا يتكلموا في الصوفية بوضوح ما بيقبلوا الكلام ده، ويتكلموا في أخواننا ويتكلموا في السلفيين، أطلقوا ألسنتهم في أهل السنة ولم وأمسكوها عن دعاة الشرك. الخنجر ده لا عليك الله، لقاك واحد يتكلم عمل محاضرة في الخنجر، حصل لقاك واحد عمل محاضرة في اللزارق المجرم الزنديق الذي طفش إلى أمريكا وخلاص الشغلة بقت واحد فات أمريكا هناك وطفش وقعد بغادي وقال أمريكا رضيان علينا، وده دليل واضح على أنه الصوفية عليه الأمريكان رضيانين عن الصوفية، فده دليل واضح على أن دين التصوف دين باطل. فمن هنا يعلم أن هذه الجماعات فشلت فشلا ذريعا. فالإنسان عليه أن يعتصم بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام وبمنهج السلف الصالح ويتبرأ من هذه الجماعات كلها. ربنا قال في القرآن واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال الله تبارك وتعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يرضى لكم ثلاث ويكره لكم ثلاث، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إلى نهاية الحديث عند مسلم. فالزول يكون منهج واضح، والله تكون منهجك واضح مرتاح، تبرز العداء لأهل الشرك، ونحن من هذا المنبر نعلنها واضحة صريحة أن عداءنا لأهل البدع كافة قائم حتى يتوبوا ويرجعوا إلى الله. صوفية، أخوان مسلمين، سرورية، دواعش، حزبيين، غيرهم عداءنا معاكم ما بينتهي إلا أن ترجعوا إلى منهج السلف الصالح. والله جد ولاء وبراء على هذا المنهج الصحيح السلف الذي رسمه الذي خطه لنا النبي عليه الصلاة والسلام، وسار عليه الصحابة والأئمة الأعلام. انت لمتان يعني حتكون عايش الدنيا دي كلها أيام معدودة، لمتان تداهن في ذن ربنا، ولمتان تداهن الصوفية، ولمتان تداهن الأخوان المسلمين والسرورية والدواعش، لمتان. وربنا يبتليك، والله ربنا يبتليك، لطالما نطقت بالحق ونطقت بالصدق الله يبتليك. لكن ربنا قال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فالله يبتليك بسفها، يبتليك بدعاء الشرك، يبتليك بدعاء فتن، يبتليك بصروف الابتلاءات للتمحيص. فما عليك يا عبد الله إلا أن تصبر. والله جد يشتموك عصبجية، شماشة، مزروعين، سفهة، سفهاء الأحلام، غيره وغيره، ما بهمنا كثير يا زول، اللي بهمنا المنهج. دعوتنا دي ما أخذك عليها شنو؟ يقول لك الأسلوب، وما غدت أسلوب، والله الشغلة ما أسلوب. زمان النبي عليه الصلاة والسلام قالوا له شنو؟ ائتنا بقرآن غير هذا أو بدله. دير المشركين الزمان ليه؟ لأنه فيه الكشف عن هذه الأصنام التي يعبدونها من دون الله. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ فقال له غير لنا القرآن ده. فكان الجواب من الله تبارك وتعالى قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. فده منهج واضح، دعوة الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى، وما في حاجة بتحل الأمة دي وبترفع من الضنك والضيق إلا أن يوحدوا الله تبارك وتعالى. ربنا قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وأختم
انه يعني كثير من الناس يستغرب من انه الزواج يفتتح بهذه المحاضرات، ودي والله نحسبها سنة حسن انه الزول يبدا حياته بمحاضرة ودرس او موعظة في التوحيد وفي العقيدة وفي الكشف عن الباطل احسن ما يبدا بحفلة، لانه كثير من الناس وكثير من الشباب المسلم اول ما تزوج حياته الزوجية بيبدا بحفلة، يلم البنات ويجيب له سماعات زي ديل ويجيب له فنانة وتقعد ترقصك في الأمة دي، أبشنب تلقى يرقص وعمك كبير يرقص وأبو العروس يرقص وأم العروس ترقص وكله نرقص، ودي خيابة والله العظيم جد. الواحد تلقاه هو ومرته يرقص. امبارح في الراد أنا راكب الحفلة في برنامج اسمه سيروه، جايبين البرنامج ده فيه قال أحلى زغروتة، اتصل واحد قال له ألو برنامج سيروه؟ نعم. قال له عندنا مشاركة، ما بعرف قدم أمه قدم أخته قدم بالتلفون، المرأة خلوها تزغرت بالتلفون تزغرت، لو بعدين الجماعة صوتوا لها زغروتي كويسة يا حنان زغروتي كويسة يشوفوا أحلى زغروتة، بالله دي أمه. واحدة ثانية اتصلت زغرتة، وده الكلام ده في إذاعة اسمها راديو الرابعة. ومن هنا أبعث بهذه الرسالة إلى هذه الإذاعة وغيرها من الإذاعات والمحطات، عليهم أن يتقوا الله تبارك وتعالى. والله المذيعة قالت طبعا حواء السودانية، والليلة دارين مشاركاتكم في الفيسبوك، قال بعض البنات تقيلات وحدات خفيفات، وبعض الشباب بيشوف انه البيت لو كانت تقيلة دي كويسة ولو بقت خفيفة دي ما بتنفع معاه سفة. ودعوة الى الخنا، والله جت في الرادي بعد شوية جابوا الأذان، أذان المغرب، الأذان قبله بلحظات بس بموسيقى، جايبين موسيقى تريم تريم موسيقى قالوا حزينة، بعدها طوالي جابوا الأذان، الأذان انتهى تاني جابوا موسيقى. اتقوا الله يا ناس زعة الرابعة، الأذان يسبق يفتتح بالموسيقى ويختتم بالموسيقى، هذا نداء للصلاة، وهذه شعيرة من شعائر الإسلام. الأذان تفتحوا بالموسيقى، اتقوا الله، وجايبين الفنانات من برا ومن جوا ويغنوا وسفه ويضحك المذيع والمذيع والمذيعة والمذيع يضحكوا، رايك شنو يا سوسن ورايك شنو يا شيمة وها ها ها يا ناس، ده دين وده شنو ده ذاته، والله يحيروك ويقول لك البلد تعبانة، ما ترى عين الديل وعين أبوك الشيخ هم ديال المضيعين البلد. عشان كده الشباب عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى. دار تتزوج شوف ذات الدين أول حاجة، شوف لك مرة ذات دين وذات خلق، مرة بتمشي للفكرة دي ما تأخذها، لأنه ربنا قال وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم، ربنا قال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. بتمشي للفكرة دي ما عندها عقيدة أوعى تتزوجها، دي كل يوم بتقول لك حولية المكاشفي وحولية ما عارف واد بدر وحولية ابويا الشيخ ازرق طيبه، وتمشي هناك القبه وتطوف وتنده في في في, في جماعه، اوعى تاخذها زي معلقه حجاب ما تاخذها، بتاعت حفلات ما تاخذها، والله دي يوميا تلقاها عامله لها 600 لون، وشها تلقاه زي اليافطه اصفر واحمر وبنفسجي، كل يوميا حفله دي ما تاخذها يا زلمه، شوف لك واحده مجيضه مغتيه شفتها، لما انت ما تفتح وشها ده الا لك انت، دي بتكون معك تمام، لكن تجيبها في الكوشه، خاتنها في كوشه وفعلا كوشه لانه فيها ضبان كثير حولها زباب كثير يعاينوا في المراه، والله ما شاء الله عزال ويسلموا عليها مبروك يا سوسن، وذاك بشنو يضحك تضحك على خيبتك، مرته عريانه نص جسمها برا، والله جد. ودي المصايب يا ناس،
دي دعوة للشباب ما تتزوج إلا مرة محتشمة ومرة محترمة بتحفظك في نفسها، تحفظك في مالك، تحفظك في أولادك، تحفظك إذا غبت. لكن تفرط في دي، تمشي تأخذ لك واحدة تشوفها في حفلة بس عرسوها لي، يعرسوها له وبعد فترة بيلقى الشغلة ما ياها، بيرجعها بيه الكعك، الكعك أجابته مع أمه والله رجعها بيه كعكة ماله، يقول لك والله ما نفعت معي. ما قبل كلموك النبي عليه الصلاة والسلام قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. فالمصائب بتحصل كثيرا، والغنى اللي بيحصل في الحفلات والاختلاط، فالناس تحارب هذه المظاهر السالبة حتى يمن الله عز وجل علينا بالرحمات وبالبركات حتى نعيش حياة، نعيش حياة كريمة. لأنه نحن لو زي ما قال ربنا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الناس يعقدوا في المسجد على كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام ويجيبوا الحفلة والفنان والفنانة ويقعدوا يهججوا ويحطوا في النبق ويحطوا في القرض. فتحذر، دي رسالة أنا بوجهها للشباب ولأولياء الأمور وللأمهات وللحبوبات، ما في حفلة ولا في دلوكة ولا في سيارة، وشغلات كثيرة جدا وفيها شرك، أغاني فيها شرك، أغاني فيها شرك كثيرة جدا. والله جد امبارح برضو في البرنامج ذاته واحد هو قال يا ليل ليل معارف العديل والزين والليلة العديلة يا رسول الله، شرك بالله عز وجل في العديل والزين ده تشنو ده؟ دارين الأمة تتقدم ما بتتقدم ما دام فيها مثل هذه العادات السيئة وفي هذا الشرك الواضح وفي هذا الانحراف البين. فالناس ترجع وتوب إلى الله تبارك وتعالى، أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يوحد الله تبارك وتعالى ويدعو إلى ذلك ويموت على ذلك ويبعث على ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خير. ونفتح المجال لشيخنا الفاضل مزمل عوض فقيري فليتفضل مجزي مأجورة. بارك الله فيكم والسلام عليكم.